تحقق ارباح كبيره جدا، كتوصل 300 اور تقريبا 3000 درهم مغربيه، كيفاش غادي دير ليها؟ اول حاجه خصك تكون صانع محتوى. شنو معنى صانع محتوى؟ صانع محتوى هو كتعرف دير بزاف ديال الحوايج في الانترنت، كتعرف دير فيديوهات، كتعرف دير اشهارات، كتعرف تقاد تصاور، كتعرف تصايب في باج فيسبوك، كتعرف تصايب قناه في تيك توك، كتعرف تصايب فيديوهات في اليوتيوب. هاد الفيديوهات هادو وهاد المسائل كامل اللي كاينه في السوشيال ميديا كتسمى بصناعه المحتوى. وهاد صناعه المحتوى واش غتفيدك في شي حوايج؟ ضروري ما غادي تفيدك. تقدر تبيع منتج في السوشيال ميديا، تقدر دير اشهار للخدمات ديالك في السوشيال ميديا، تقدر انت تعرض الاعمال ديالك والاشياء اللي كديرها في السوشيال ميديا. كذلك في نفس الوقت تقدر تربح ارباح كبيره في السوشيال ميديا. فصانع المحتوى كاين بزاف الناس باغي يكون صانع محتوى ولكن ما كيعرفش. كاين واحد الفورماسيون كنقدموها ديال صانع المحتوى. الا بغيتي تاخذ هذه الفورماسيون هذه وتسجل فيها وتتعلم حتى تكون صانع محتوى وتخدم باغ انترنت وتبارطاجي الاعمال ديالك والمشاريع ديالك وشي حاجه اللي كتعرف ديرها تبارطاجيها في الانترنت، حاول تواصل معايا باش نعطيك معلومات اكثر على هذه الفورماسيون هذه. كذلك في نفس الوقت الا بغيتي تحقق واحد الارباح تقريبا ديال 300 دولار، حاول ما امكن الا كنتي مبتدئ وما كتعرف دير حتى شي حاجه، ننصحك تمشي لليوتيوب ودير فيديوهات على اليوتيوب وتربح ارباح من اليوتيوب. غتسولني نفس السؤال، غتقول لي واش غادي نربح من الارباح ديال اليوتيوب بصح اولا الهضره هذه غتخربق؟ انا نقول لك الهضره هذه غتخربق. علاش الهضره غتخربق؟ لان انت الا كنت عاد بادي اول مره في اليوتيوب ما غتحقق حتى شي ربح، غير خصك بعدا ضروري الاتعاب. ما كاينش حاجه من السهل، في الاول كتكون اتعاب وفي الثاني كيكون كلشي سهل. غتسولني في نفس الوقت انا مثلا كاع وليت كنجيب مثلا 1000 مشاهده، شحال غادي الربح ديال الارباح تقريبا على كل 1000 مشاهده؟ 1000 مشاهده سهله، ولكن باش تحققها من مشاهدات مع عند المغاربه ولا مع عند العرب نوعا ما، مصريين وجزائريين ولا تونسيين او لا بعض الدول الثانيه، راك ما غتربح حتى وزه. راه 1000 مشاهده راه تربح ليها تقريبا عندك واحد 5 دراهم ولا 4 دراهم ولا 3 دراهم على 1000 مشاهده. غتقول لي وحيد عليا هادشي غتخربق وما عندي ما ندير بصانع محتوى. لا، صانع محتوى راك تستافد منها بزاف الحوايج، خدم فيها بزاف الحوايج. لا احمد، انا اخويا احمد انا بغيت نخدم في اليوتيوب بغيت نربح ارباح بزاف. شنو هو الحل؟ بغيت انا ارباح من 1000 مشاهده في اليوتيوب ونولي نحقق منها ارباح كبيره. اسيدي ما كاينش مشكل، مزيان. شحال بغيتي تربح اخويا من 1000 مشاهده في اليوتيوب؟ اسيدي انا بغيت نربح اخويا 200 درهم مغربيه، بغيت نربح 200 درهم. وانا كنقول لك انا اصلا راه غير 5 درهم اللي غتربح، وانت كتقول لي 200 درهم اش جاب 5 درهم ل 200 درهم؟ لا سيدي، انا دير لي شي حل. انا بغيت اسيدي من ناخذ هذه الفورماسيون ديال صانع المحتوى، بغيت نربح اخويا 1000 مشاهده في اليوتيوب، بغيت نربح 200 درهم. واش ممكن؟ اه ممكن. اذا بغيتي تربح تقريبا 200 درهم على كل 1000 مشاهده من اليوتيوب، خاصك دير محتوى اجنبي. غدير العناوين باللونجلي، غدير الفيديوهات باللونجلي، غدير المحتوى ديالك باللونجلي. ولكن غتقول لي يا احمد هنديه، ها احنا مزيان دابا لقينا الحل. المهم انا سيدي غادي نربح من محتوى اجنبي، غنربح 200 درهم على كل 1000 مشاهده. اش من محتوى انا ما عندي لا لونجلي لا والو؟ كاين بزاف ديال العوامل اللي كتخليك انه تربح ارباح كتوصل ل 1000 مشاهده ب 200 درهم، والمحتوى ديالك يكون بالانجليزيه. واخا انت سطل في اللغه الانجليزيه ما كتفرق لا ما بين هاي لا ما بين هالو. فما عندناش مشكل في هذا الشيء. هذا بغيتي معلومات اكثر ولا شي حاجه وبغيتي نديروا مواضيع اكثر على هذه الفيديوهات هذه وتربح هذه الارباح هذه، كتبوا لينا في التعليق باش نديروا فيديوهات مفصله عن هذا الامر. بغيتي فورماسيون ديال صانع محتوى وتعرف اكثر كيفاش دير مونتاج ودير فيديوهات وتدخل للعالم ديال السوشيال ميديا وتبارطاجي الاعمال ديالك فيها، حاول تواصل معايا لان السوشيال ميديا غتربح ارباح فيها كبيره، يا من ديجيتال ماركتين يا من سيرفيس يا من البروداكشن. هذا كل شيء، نشوفكم في فيديوهات قادمه والى اللقاء.